بقى دي أهم المانشيتات في الصحف والمواقع الرياضية المحلية والإقليمية والعالمية، واللي من ضمنها وبالنسبة لي شايف إن من أهمها كمان تصريحات صرح بيها بيتر كراوتش وهو نجم ليفربول السابق، وكلامه اللافت جدا للنظر كالعادة عن محمد صلاح اللي بشرفنا واللي مصيطنا في كل المحافل الدولية. بيتكلم عن صلاح كلام زي الفل، بيقول إن هو تحول من مجرد جناح إلى آلة لتسجيل الأهداف، ومجرد وجوده مع أعضاء الفريق ده كفيل جدا بتحقيق الفوز وبإحراز الأهداف. ده طبعا من ضمن المانشيتات اللي هنتعرف عليها دلوقتي حالا لما نروح على مقر موقع يلا كورة مع زميلتنا العزيزة روزان نصر ونتابع أهم الأخبار. وبالمناسبة كمان هيكون ليها لقاء مع الأستاذة منة عمر الصحفية بموقع يلا كورة. صباح الفل عليكي وعلى ضيفتك، وتفضلي سامعينكم. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. نروح لعناوين أخبارنا اليومية من موقع يلا كورة. ريال مدريد يفلت من السقوط أمام ليفانتي بتعادل مجنون في الدوري الإسباني. من جريدة الشرق الأوسط كمان، بعد التعادل مع بلباو الأندية المنافسة تجرأت على برشلونة بعد رحيل ميسي. من جريدة الشروق كرواتش صلاح آلة لتسجيل الأهداف وأسلوبه يمنح ليفربول الفوز. وأخيرا من روسيا اليوم، أندية أوروبا الكبرى بما في ذلك أرسنال ومان سيتي تجني إيرادات إضافية من العملات المشفرة. طبعا هيكلمنا أكتر في تفاصيل كل الأخبار دي الصحفية منة عمر بموقع يلا كورة. برحب بيكي طبعا على شاشة قناة الأهلي في البداية. يعني خليني أسألك عن رأيك في مباراة ريال مدريد والتعادل طبعا أمام ليفانتي، خصوصا أن دي تاني مباراة في الليج. صباح الخير عليك يا روزان الاول، وصباح الخير على كريم ونهوند. زي ما كلنا تابعنا امبارح طبعا مباراه ريال مدريد وليفانتي، مباراه كانت قويه جدا. ريال مدريد كان متقدم في الاول، وبعد كده ليفانتي قدر ان هو يتعادل، وقدر ان هو في وقت من الاوقات ان هو يكون متقدم على ريال مدريد، وريال مدريد هو اللي ادرك التعادل في الاخر. واضح جدا ان الدوري الاسباني بيشهد سخونه مبكره، يعني خصوصا كمان تعادل برشلونه في نفس الجوله قبلها بيوم مع اتلتيك بلباو 1-1. أتلتيكو دلوقتي هو اللي على الصدارة، لعب جولتين وفاز بيهم ومعه 6 نقط. فواضح أن الجولات اللي جاية في الدوري الأسباني، خصوصا كمان مع خروج ميسي وما بقاش فيه نجوم قوية جدا في الدوري الأسباني زي ما كان فيه قبل كده، فواضح أن هيبقى فيه فرق هتظهر وأندية هتعمل مفاجآت غير برشلونة وريال مدريد. عايز اعرف منك طبعا مدى تاثر برشلونه في غياب طبعا الاسطوره ميسي. يعني ميسي لوحده، يعني كومان نفسه مدرب الفريق قال عليه ان هو افضل لاعب في العالم، واتكلم اصلا انه عدم وجوده في الفريق ده طبعا مأثر جدا على الفريق، وكل مؤتمر صحفي بيتسال عن مدى تاثير ميسي في بعد، يعني مدى تاثير رحيل ميسي على برشلونه. حتى هو بعد الماتش بتاع اتلتيك بلباو قال تصريح كان مثير جدا، يعني هو قال انه الانديه ما بقتش تخاف مننا بعد رحيل ميسي. طبعا هو هيحاول ان هو يعوض ميسي ببدائل ثانيه، ويعني في عندنا في جريزمان، في كوتينيو، في لعيبه زي دي بتتجهز بتحاول ان هي تشيل الفريق زي ما احنا ما بنقول يعني. بس طبعا مش يعني اكيد مش هتبقى على نفس قدر وجود ميسي في برشلونه. توقعك طبعا لاداء محمد صلاح في الموسم الخامس مع ليفربول؟ انا اعتقد او انا في رايي يعني افضل قرار اخده صلاح ان هو ما مشيش من ليفربول. استمراره مع ليفربول هيخليه فعلا واحد من اساطير النادي في الفتره الجايه. صلاح فاضل له هدفين بس ويبقى سجل 100 هدف في بريمير ليج، هيعادل رقم دروجبا، وطبعا الموسم لسه قدامه طويل فهو ممكن كمان هيكسر الرقم ده. زي ما قلتي ده خامس موسم ليه، في الاربع مواسم اللي فاتوا صلاح حطم تقريبا كل الارقام القياسيه بتاعه اساطير النادي، فقدامه فرصة كبيرة جدا ان هو هيبقى فعلا واحد من اساطير ليفربول، خصوصا كمان ان في مفاوضات دلوقتي على تجديد العقد بتاعه زي على خطى، يعني ما عملوا مع نجوم الفريق فيرجيل فان دايك وترينت الكسندر ارنولد واليسون.
معانا خبر كمان عن العملات المشفرة، عايزاكي تكلمينا عن العملات المشفرة بشكل عام. بصي، هو الموضوع باختصار يعني ده تطبيق اسمه سوسياس، دي بالاسباني يعني شركاء. ده تطبيق اشتركت فيه بعض الأندية الكبيرة زي أرسنال ومانشستر سيتي، حصلت منه على أموال كتير جدا. الفكرة ان التطبيق ده بيتيح للجماهير ان هي زي تشتري عملات او رموز افتراضية، دي هتخليها ان هي تشارك في بعض القرارات الخاصة بالأندية. بس طبعا الموضوع لسه فيه مخاوف من ايه هي القرارات الأندية هتقدر ان هي تتصوت عليها او يبقى ليها دور فيها يعني. بس بشكرك جدا منى عمر الصحفية هنا بموقع يلا كورة. مشاهدينا، دي كانت كل الأخبار هنا من موقع يلا كورة، بشكركم جدا وعودة للاستوديو مرة تانية. احنا بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة روزان نصر، وطبعا تحياتنا للأستاذة منى ضيفتك الكريمة.